سيكون بإمكاننا التخلص من أولئك المسلمين. قبل أن يأتوا ويقتلونا، أريد أن أستغل هذه الفرصة لدعوتكم جميعا لتحصلوا على رخصة لحمل السلاح. نحن نعرض دروسا مجانية، دعونا نلقنهم درسا إذا ما عادوا إلى الظهور مجددا. تشجيع الترخيص بحمل السلاح من أجل قتل المسلمين هو ما دعا إليه رئيس جامعة ولاية فيرجينيا الأمريكية وأمام حوالي 10,000 طالب، وبكل ثقة فيما يقوله وسط تصفيق من الطلاب الحاضرين، ومتجاهلاً لعواقب ذلك الطلب الذي ينم عن كراهية وحقد دفين. ويبدو أن دعوة فوليول لاقت استجابة، حيث تلقت شرطة ليبرتي أكثر من 100 طلب للحصول على ترخيص بحمل السلاح. وتتعالى الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية بتعديل دستوري يضع قيودا على انتشار السلاح الذي يسهل من وقوع هجمات. وكما يقول المثل، خطأ الطبيب يدفن تحت الأرض، وخطأ المهندس يقع تحت الأرض، وخطأ المعلم يسير على الأرض. فالهجمات الأخيرة بالعديد من الدول الأوروبية وبالولايات المتحدة وضعت المسلمين في دائرة الاتهام، فحتى في محركات البحث على غرار محرك البحث الشهير جوجل غزته عبارات اقتل المسلمين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الأسبوع الثاني من مذبحة سان برناردينو، ما دفع السلطات المحلية لدق ناقوس الخطر الذي بات يهدد مسلميها. فتصريحات رئيس الجامعة أمام طلابه تتقاطع مع تصريحات المرشح لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لمنع المسلمين دخول الأراضي الأمريكية، فكلاهما تحمل العدائية والحقد الدفين للإسلام وتؤجج نيران الكراهية ولا تخدم بأي شكل من الأشكال الإنسانية.